صباح الخير اختي عليا، وصباح الخير اخوي اسماعيل، وصبحكم الله بالخير متابعينا مشاهدينا الكرام، وحياكم الله زملاء في الاستوديو والخلف الكواليس، يعطيكم الف عافيه. مصبح عليكم، كيف حالك يا عليا وكيف حالك يا اسماعيل؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. يعطيك العافيه يا سلطان. العافيه طبعا، الله يعافيك اخوي اسماعيل. بنبدا جولتنا وياكم ان شاء الله من سوق الجبيل، من قسم الاسماك طبعا، نتعرف فيها بدايه على دشات الطراريد، شو انواع الاسماك الموجوده عندنا طبعا، والاسعار هل في تغيير ام الاسعار بعدها ثابته من بدايه الاسبوع. مع هني عبد الحق. عبد الحق السلام عليكم. كيف حالك؟ زين. طيب عبد الحق، خبرنا اليوم ما شاء الله عندك الهوامير، وعندنا الحمام والبياح، عندنا والجيش ام الحلا والصافي العربي. بدايه بناخذ اسعار الهوامير، كم عندنا اليوم الهامور؟ هامور كيلو 60. 60 درهم كيلو. 60 60 درهم وصل سعر الهامور من 65 درهم طبعا سابقا الى 60 درهم حاليا. الحمام حمام كيلو 40. 40 نزل على 40 ثابت السعر. والبياح عندنا بياح كيلو 20. 20 ما شاء الله على ال 20 من 25 درهم. جيش ام الحلا جيش كيلو 30. 30 درهم الى الان ثابت السعر. وعندنا الصافي العربي 55. 55 درهم الصافي العربي ما شاء الله. لحظه خلينا نشوف انا شو وصل عندنا اخوي جاسم، ناخذ صناديق نقطع شو وصل عندنا حاليا. عندنا الشعري هذا تو واصل ما شاء الله من الطراز الحين. كم بيكون سعره بالحق هذا؟ كيلو 40. 40 بيكون على 40 درهم. عندنا الشعري تو واصل طريق مثل ما تشوفون عندنا هنا ما شاء الله على 40 درهم. وهنا شو عندك في الصيرام هالهوامير الحيه على كم هنا؟ هامور كيلو 65 حي. 65 الحي هذا الحي ها مره شوفوها حي بعد حي ما شاء الله. اليوم على 65 درهم سعر الكيلو عندنا، والشعري اليوم على 40 تقريبا. اخوي اسماعيل الاسعار تقريبا ثابته، ما شيء اختلاف كثير في الاسعار مثل ما هي من بدايه الاسبوع الى الان. ونكمل جولتنا بنطالع الدشات الثانيه شو عندنا ما شاء الله من الصافي لصنيفي عندنا هنا، وعندنا الحمام والجشم الحلا، يعني اشياء متوفره. اليوم عندنا بعد قرفه، بنشوف بعد القرفه عندنا هنا، بس بدايه نتعرف وياكم على اسعار اللي هو صافي لصنيفي. سلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ كم الكيلو اليوم؟ هذا كيلو 40. 40 35. 35 حاليا. 35 بدايه الصبح كان على 45، حاليا نزل الى 35 درهم. وعندنا طبعا البياح، البياح 20 بعد عندك؟ 20. 20 وش شعري؟ شعري 40. 40. القرفه كم اليوم عندك؟ 15. القرفه اليوم متوفره في السوق ما شاء الله على 15 درهم. يوم الاحد يوميا ما كانت متوفره عندنا، لكن اليوم عندنا ما شاء الله الثلاثاء متوفره عندنا القرفه الطيبه على 15 درهم، سعرها تقريبا شبه ثابت، هي ما ترتفع 20 25 الى هالاسعار تقريبا. واذا كان عندنا الصغار شويه يكون سعرهم الى تقريبا 12 او 17 درهم. وعندنا هني الهوامير بعد ما شاء الله، هوامير 60 هنا 60 درهم. 60. والشخيلي كم هنا؟ شغلي كيلو 30 درهم. 30 درهم الشخيلي على 30 درهم. العيمي صغار هنا كم؟ العيمي صغار كيلو 30. 30 بعد العيمي ما شاء الله. عطنا الفرش، شل الفرش هذا الحب العوده، طلع الفرش، شوفوا الفرش اللي يدور المشواي اليوم. حياكم الله اسماعيل. تحب المشواي ولا ما تحب المشواي؟ شحم ولا حم هذا؟ مره ما شاء الله. هذا عندنا اليوم الفرش الغاوي على كم؟ 20 25 على 20 درهم. على 20 درهم عندنا الفرش هنا ما شاء الله مشاهدينا الكرام. وعندنا بعد العندق هنا الحبات الصغار كم هنا عنده؟ هذا صغار كله 25. 25 على 25 عندنا العندق ما شاء الله مثل ما تشوفون. بنكمل بعد جولتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. عندنا ما شاء الله اليوم الفرش بكميات كبيره ومتوفر على معظم الدشات والاحجام المختلفه. عندنا الصغار الوسط والكبار، وهني بنشوف كم الاسعار الموجوده. بعد كم السعر هنا؟ الفرش كله 20 درهم. بعد على 20. على 20 شوفوا الاحجام الموجوده عندنا، عندنا هاي الكبار شوي الوسط والصغار، عندنا ما شاء الله على 20 درهم الفرش اليوم متوفر في سوق الجبيل اليوم الثلاثاء. طبعا كله طازج واصل اليوم الصبح ما شاء الله على 20 درهم. وعندنا هني حبات النعيمي الكبار، نعيمي كم هنا 20 ولا؟ نعيمي كيلو 20 درهم. 20 على 20 درهم عندنا النعيمي ما شاء الله. وعندنا هني بعد الجش الدبسي، هذا يسمونه الدبسي ويسمونه الفرو، حد يسميه الدبسي وحد يسميه الفرو. بنشوف هنا كم اليوم؟ جش فرو كيلو 10 درهم. 10 دراهم. 10 دراهم نزل من 12 درهم الى 10 دراهم سعر الجش عندنا هني طبعا الدبسي او الفرو. والشخيلي هنا بعد كم؟ 30. 30. وعندنا هني السبن كم ما شاء الله؟ 20 درهم. على 20 السبن. على 20 حاسوم هنا الكبار كم ما شاء الله هاي له؟ 25. 25 الحاسوم نزل من 30 الى 25 درهم سعر الكيلو. وعندنا بعد شعري اللنشات عندنا مشاهدينا الكرام، هني شعري اللنشات كم هنا؟ 30 درهم. 30 هذا عندكم هنا مثل ما تشوفون، شل فوق حبه وحده ظهر لي سمكه طلع هذه ما شاء الله. شوفوا عندنا هنا سمنه هناك بدايه من الطراريد على 40، وعندنا باللنشات على 30 درهم. يعني اللي يجي السوق مشاهدينا الكرام ياخذ لفه دشات الاولى الثانيه، وياخذ لفه ويتعرف على انواع الاسماك الموجوده. ثانيا يسال هل من الطراريد من اللنشات، بعد يخبرون الاخوان ما يقصرون. وعندنا هني السولي، ظهر لي حب السولي هنا
شعري السولي عندنا هنا مثل ما تشوفون على كم السولي اليوم؟ السولي كيلو 25 25 السولي اليوم على 25 درهم سعر السولي. بنشوف وياكم بعد مشاهدينا الكرام اللي يحبون القباقيب ويحبون طبعا الانواع الثانيه من الاسماك، بنشوف وياكم عندنا الدكه عندنا الجين. هنا عندنا الجين ما شاء الله اليوم الوان مختلفه، طلع الحبه هذه وطلع هذه وياك شويه بنشوف بنراوي مشاهدينا الكرام هنا الجين اللي عندنا طبعا مثل ما تشوفون هنا ما شاء الله. على كم الكيلو اليوم؟ كيلو 20 حبيبي. على 20 على 20 الجين اليوم على 20 اللي يدور المشواي حياه الله. اليوم عندنا في سوق الزبير عندنا الجين وعندنا الفرش وعندنا ما شاء الله بعد الجش الفرو وعندنا هني السمان ظهر لي سمان ظهره سمان شويه ما شاء الله. على كم الكيلو؟ كيلو 40 حبيبي. 40 درهم عندنا اليوم السمان بعد متوفر عندنا ما شاء الله السمان وعندنا بعد القباقيب هنا. هنا كم القباقيب عندك؟ 30 25 ولا ها؟ 25 يعني 25 اليوم 25 عندنا اليوم القباقيب مثل ما تشوفون عندنا الاحجام هنا طبعا مختلفه بين الصغار والكبار شويه على 25 درهم سعر الكيلو عندنا اليوم ما شاء الله. بنكمل ونطالع شو عندنا ما شاء الله اليوم النعيمي والعندك والجش كل مكان هني 20 ولا كم؟ كيلو 20 كيلو ب 20 ما شاء الله. شوف الحب ايش كبره شله كذا شوي ما شاء الله. شوفوا عندنا النعيمي اليوم الكيلو على 20 هذه غاويه مره اليوم اللي يبغى يسوي مكبوس يبغى يسوي مشواي حياه الله. اليوم عندنا في الجبيل شوفوا الحجم اللي هنا كم كيلو فيها تقريبا هذه؟ هذه 6 7 كيلو 6 الى 7 كيلو تقريبا في الحبه الوحده ما شاء الله. هنا عندنا وعندنا النويبي، النويبي كم وصل سعره؟ كيلو ب 10 دراهم على 10 النويبي وصل على 10 دراهم النويبي عندنا ما شاء الله على 10 دراهم عندنا اليوم النويبي. اليوم عندنا بعد عندنا الجد وعندنا الحاقول. هنا الحاقول على كم؟ كيلو 15 15 والجد 15 بعد نفس الشيء نفس الشيء 15 و15 عندنا الحاقول والجد عندنا اليوم على 15 درهم والنويبي الى الان على 10 دراهم. نكمل جولتنا وياكم بنشوف ما شاء الله اسعار الاسماك اللي تينا المستورده هنا عندنا مثل ما تشوفون عندنا شيء الفيليه وشيء عندنا بعد هني اللي هو اسماك البلطي البلطي عندنا طبعا هو شيء الابياح. هنا على كم الابياح؟ 22 على 22 هني كيلو 15 15 15 عندنا والفيليه كم هنا هذا النايل بريتش هذا؟ كيلو 28 28 درهم عندنا الكيلو. كم حبه؟ حبتين ولا ثلاث؟ اثنين حبه حبتين مثل ما يقول حبتين عندنا اليوم. بنكمل وياكم بعد سنين نطالع السبريم اليوم والسيباس كم الاسعار وصلت هل نزلت ارتفعت الى الان؟ من فتره كنا سامينا على 27.5 درهم بنشوف اليوم على كم. السلام عليكم. سلام كيف حالك؟ 27 ولا فوق؟ 27.5 درهم سعر السيباس عندنا هني السبريم عفوا على 27.5 والسيباس هناك كم عندك؟ 32 درهم. ايوه 32 درهم يعطيك العافيه. مشاهدينا زملائي في الاستديو اسماعيل وعليا شفتوا الاسعار المعروضه عندنا اليوم ما شاء الله في قسم الاسماك طبعا ما في تغيير كثير في الاسعار لكن في عندنا نزول مثل عندنا الهوامير، الهوامير كان على ال 65 اليوم على 60 درهم وعندنا الشعري ب 40 وعندنا شعري ملنشات على 30 درهم وعندنا شخيري على 30، يعني في مجموعه كبيره من الاسماك ما شاء الله والاسعار مثل ما تشوفون متفاوته من دكه الى ثانيه ومن غير الانواع الثانيه مثل عندنا النعيم، النعيم اليوم ما شاء الله الحبات الكيلو على 20 درهم فيهن تقريبا بين 7 الى 8 كيلو تقريبا في الحبه الوحده. ويعطيكم العافيه وخلكم ويانا نسير لكم بعد قسم ثاني من السوق. ما قصرت يا سلطان يعطيك العافيه. الله يعافيك سلطان. بس سؤال يعني الواحد يستفيد منك سلطان، سلطان ابراهيم له اسم ثاني، شو الاسم الثاني لسلطان ابراهيم؟ سلطان ابراهيم طبعا مثل ما نوهنا سابقا قلنا سلطان ابراهيم يسمونه الاخوان العرب في دول الشام، نحن عندنا في دوله الامارات نسميها العندق، العندقه. العندقه هاي اسمها العندقه. العندقه يا سلام. موجوده في سيرف العير ولا موجوده؟ موجودة موجودة العب اسماعيل هي موجودة وعندك الشعري موجود هناك ما شاء الله طبعا النيزر بعد نحصله صحيح نعم والقرفة تحصله بعد ما شاء الله هناك متوفرة. شكرا يا سلطان جزاك الله خير ويعطيك العافية. يعطيك العافية اسماعيل. الله يسلمك وشوفك بعد شوي ان شاء الله. يعني مثل ما ذكر عليز من سلطان الاسعار ما شاء الله طيبة اليوم ونازلة صراحة مثل ما قال هامور كان 65 و واليوم يعني كذلك الشعري ب 40 البياح ب 20 ودكه ثانيه قال 22 يعني تفاوت يمكن صغير في الاسعار يعني وقليل ما بين الاسعار الموجوده بس بشكل عام الاسعار اللي ذكرها اسعار نازله يعني حتى القرفه ب 15 والبياح ب 20 فاظن وقت مناسب خصوصا انا اتوقع مع هالاجواء الناس بيحبون المسا الجو يكون حلو فحلو ان احنا ناخذ سمك طازج ونروح نشوي صح. مثلا المسا صحيح هذا هذا هذه لذه الاسماك صراحه يوم تكون مره تاخذينها من السوق طازجه وعلى طول
الواحد يشويها. بالفعل الاسعار طيبه وبعد شوي كذلك راح ننتقل. مادي السلطان وصل جاهز السلطان في قسم الخضار ولا اللحوم؟ جاهزه. جميل. اذا مشاهدنا ننتقل مره اخرى للزميل سلطان الشامسي ومن قسم اللحوم والدواجن، نتعرف طبعا على اسعار اللحوم انواعها وكم الاسعار اليوم، بعدها كذلك طبعا سوق قسم الخضروات والفواكه. كلمه لك يا سلطان. الحين متواجدين في قسم اللحوم والدواجن، نتعرف ان شاء الله وياكم اليوم مع مشاهدينا على اسعار اللحوم المعروضه وانواع اللحوم طبعا من العيل والغنم. بس نشوف هنا مع اخونا ناصر. ناصر السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب ناصر يعطيك العافيه. ناصر خبرنا اليوم شو من اللحوم المعروضه عندك هني والاسعار ما شاء الله. هذا بقر لا باكستاني كله. عجل باكستاني. ايوه هذا كبير. طياره ولا محلي ناصر؟ هلا طياره كله. طيارة. كله طياره. شو الاسعار اليوم الموزات وعندك هناك؟ الموزات ب كيلو 15. كيلو ب 15. إذا بغيت موزات لحم خالي ناصر كم؟ خالي فيه هذا 32. 32 مع العظم 15. مال هذا 15. مع العظم 15 ونزل. وهناك شو عندنا الريش؟ أيوة. اللحم صافي. ريش فيه هذا مال كبير هذا 21 كيلو. هذا العيل كبير ها؟ عجل كبير هذا. انزين كم السعر اليوم؟ هذا 21. 21 بالعظم. ايوه. 21 بالعظم. صغير فيه. لحظة ناصر خلينا نفتح الثلاجة، خلها مفتوحة ناصر. هذا أول شيء هذا عندنا العيل الكبير هنا. أيوة العجل الكبير. هنا قلنا بالعظم كم ناصر؟ 21 درهم. 21 درهم. لحم صافي. لحم صافي هذا 32 يجي. 32. 32. إنزين وعندنا بعد اليوم عيل قلت لي صغير ها؟ أيوة هذا سكير هذا 22 ملاذم. 22 مع العظم. أيوة ملاذم. بدون عظم. بدون هذا سيم 32. نفس الشيء. 32. 32. 32 عندنا اليوم مشاهدينا الكرام طبعًا هذه. هنا او العيل هذا الصغير طبعا هذا الذبيحه هنا العيل الصغير وعندنا هنا العيل الكبير فشوفوا فرق اللون سبحان الله هناك كيف وهنا كيف فتعرفون من اللون ان هذا العيل الصغير وهذا العيل طبعا كبير والاسعار تقريبا ما فيها فرق لكن اللي عليه طلب اكثر شيء العيل الصغير هذا زياده. أيوة. اوردر زياده طلب. ايوه ايوه ترى هذا كله عريسه كله هذا شكل اكثر شيء ياخذون. أيوة. هذا طبعا ياخذونه اكثر شيء عندنا هنا الصغير وسعره مثل ما شفتوا 22 و32 درهم اللحم الصافي ونكمل وياكم بعد ناصر هنا شو عندنا الكبد هذا كبده كبده في بعض مال فيلي هذا انزل الكبد هذا مال العيل الصغير ولا الكبير هذا؟ اثنين في اثنين كبير في كبير على كم سعر هنا؟ هذا كيلو 30 درهم 30 30 عندنا الكبد هنا على 30 وهذا شو عندك ناصر هنا؟ هذا فيلي هذا مال ظهر مال هذا فيليه فيليه؟ ايوه فيليه مال ظهر هذا مال العيل مال العجل انزل وهذا كم بعد ناصر؟ هذا كيلو 35 كيلو 35 طبعا. أيوة. هاي اطرى لحمه في الذبيحه طبعا فتكون دائما غاليه لان ياخذون منها الفيليه ويسوون منها الاستيكات هذه دائما تكون شوي غاليه عندنا وهنا شو عندنا لحم هذا؟ هذا بطن هذا لحم البطن بطن. هذا حق مفروم حق ايوه مفروم هذا مال هذا كله كباب هذا شكل كباب مفروم ياخذون. أيوة. كله من هذا هنا والسعر كم ناصر هنا؟ هذا كيلو 28 28 درهم. أيوة. اقل طبعا عن اللحم الصافي 28 درهم وننتقل وياكم بعد ناصر خبرنا هذا مال هندي غنم الهندي هندي غنم هندي طبعا طياره هذا يوصل أيوة لنا بشكل يومي مشاهدينا الكرام شو سعر اليوم ناصر؟ كيلو 35 35 درهم. أيوة. سعر الهندي تقريبا ثابت من فتره طويله على 35 ونفتح وياكم بعد هنا الثلاجه ونكمل. ناصر شو عندك كله هندي اليوم ولا عندك شيء غير بعد؟ هندي بعد توبي في هذا اللي الحين نشوفه كله هندي هنا طبعا الذبيح مفصله مشاهدينا الكرام عندنا الرقبه عندنا الافخاذ وعندنا هني بعد الكتف ما شاء الله والاسعار اليوم على 35 وهذا شو كبده شو ناصر؟ هذا كبده مال محلي هذا ها؟ هذا كبده مال محلي غنم هذا كبد محلي؟ ايوه هذا كبد محلي اليوم ما شاء الله ذبيحه كامله كم اليوم ناصر هي؟ سعرها؟ أيوة. كامل ذبيح اليوم هندي كامل ذبيح 250 260 250 260 درهم ونعم هذا عندنا اليوم الغنم تبع الاثيوبي. أيوة. كم واصل سعره اليوم؟ هذا كيلو 30 درهم كيلو ب 30 اقل عن الهندي بخمس دراهم تقريبا. أيوة. السعر ويكون هذا يمكن كم ذبيحه كامله 200 هذا هذا 210 هذا شكله 210 الى 200 درهم سعر عندنا ذبيحه كامله طبعا هنا. شكرا ناصر ما قصرت جزاك الله خير. طبعا اخوي اسماعيل واختي علي شفتوا اليوم الاسعار المعروضه عندنا ما شاء الله في اللحوم هنا تقريبا ما في تغيير كثير على الاسعار مثل ما هي تقريبا شبه ثابته احيانا يكون السعر نازل بين درهمين يكون عندنا بعد الغنم الهندي يكون بين 35 34 33 احيانا على حسب الكميات الموجوده والمعروضه عندنا في سوق الجبيل. خلكم ويانا وتابعونا بعد بصير ياكم قسم ثاني من السوق.
مستمرين في جولتنا وياكم مشاهدينا متابعينا الكرام، زملاء في الاستوديو اخوي اسماعيل اختي عليا. طبعا حاليا متواجد هناك في قسم الخضار والفواكه، قسم الالوان، قسم الروائح الطيبه. طبعا مثل ما اقول دائما هذا القسم الثالث من سوق الجبيل، متميز طبعا بانواع كثيره من الخضار والفواكه والمحلات اللي هي ما شاء الله ترس عندنا هنا في السوق او بكميات يعني او عفوا عدد كبير. نبدا وياكم مع هني بابو. السلام عليكم بابو. السلام عليكم. كيف حالك؟ زعلان؟ لا ما في. الله يعطيك العافيه. بابو كيف حالك؟ جنب. بابو خبرنا اليوم عندنا ما شاء الله بابو دكانك كله اخضر اليوم. مره ورقيات كلها على الدرهم بابو؟ كل درهم. خمس ست ربطات كم؟ ستة على خمس درهم. ست على خمس درهم يعني مسويين ما شاء الله سعر طيب. بابو عندنا نبغى نعرف سعر الخس والطماط اليوم كم؟ خس اليوم كم؟ خس 5 درهم. 5 درهم عندنا الخس سعره ثابت. والطماط كم وصل عندنا؟ طماطه هندي 18 الاردني 25 الاردني 25 والهندي اليوم عندنا على 18 درهم سعر السحاره. كم كيلو في الصندوق اول شيء الاردني كم؟ اردني 8 كيلو يجي 8 هذا 7 كيلو والهندي 7 وشويه تقريبا يكون عندنا موجود في الطماط. شكرا يا بابو جزاك الله خير. بنكمل وياكم بعد مشاهدينا الكرام بنتعرف على اسعار الفواكه هني مع اخونا ناصر. ناصر السلام عليكم. ناصر كيف حالك؟ زين الحمد لله. طيب مشغول ناصر اليوم ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. ناصر ما شاء الله دكانك او المحل مرتب، العنب والهنبع عندنا واشياء كثيره من الفواكه المختلفه. بس الحين نبدا وياكم نحن مشاهدينا الكرام اخوي اسماعيل طبعا من الهنبة. الهنبة طبعا الحين مثل ما قلنا لكم موسمه ما شاء الله عندنا هنا، وفي عندنا موسم الباكستاني بدا يخلص عندنا حاليا المصري، وبعد الباكستاني موجود بكميات يعني قليله. وهذا من وين بعد؟ اندونيسيا. هذا اندونيسي بعد ما شاء الله عندنا الهنبة الاندونيسيه. بس نبدا وياكم شيء بسعر الهنبة الباكستاني كم اليوم باكستاني؟ 25 كرتون. 25 هذا الكرتون. أيوة. الكيلو كم اليوم؟ كيلو 8 دراهم. ايوه 8 دراهم عندنا الكيلو. ومن مصر كم هنا؟ من 10 كيلو. كم؟ كيلو 10. كيلو ب 10 دراهم، كيلو ب 10 دراهم. وهذا قلت لي انت الاندونيسي؟ ايوه اندونيسي. هذا الاندونيسي طبعا الحجم ما شاء الله هنا حبات صغار مثل يومين الهندي اول بادي الصغار هاي له نفس هذا. وكم هنا؟ هذا 30. 30 كرتون. 30 درهم عندنا الكرتون هذا. ها أيوة. الكرتون هذا 30 أيوة. درهم. وعندنا ما شاء الله هنا الشريفه هندي ولا تايلندي؟ هندي. هندي على كم؟ هذا 7. 7 دراهم الصحن هذا. أيوة. صحن دراهم عفوا 7 دراهم الصحن. وعندنا هنا شو الفوق هذا؟ هذا 10. 10 دراهم. 10 دراهم عندنا. والبابايا هناك 8. 8 دراهم. 8 دراهم البابايا اللي يحبوا البابايا. بعد عندنا بابايا ما شاء الله غاويه. وعندنا الافوكاتو. الافوكاتو كم؟ 10. هذا الكيني؟ الكيني. الكيني نزل كان 12 درهم اليوم على 10 دراهم عندنا ما شاء الله. وهنا شو عندنا؟ هذا هاي السنطره. أيوة. من الصين. ها الكيني على كم؟ هذا 4 دراهم. 4 دراهم كان ينباعنا على 5 حاليا على 4. وهذا مو افريقي ولا باكستاني؟ هذا استرالي. استرالي ما شاء الله. بعد استرالي وصل عندنا الحين كم سعر؟ 8. 8 دراهم. وهذا الشمام؟ شمامة أستراليا هذا 7. 7 دراهم عندنا الأسترالي على 7 دراهم ما شاء الله. وعندنا هذا رمبستان 10. 10 دراهم. أنت مجهز الصحون كلها على 10. وعندنا بعد هنا غير بالكيلو بعد محصل على 7 8 دراهم. وعندنا أنواع مختلفة بعد من التفاح ما شاء الله، شيء من الصغار وشيء عندنا الأخضر وشيء عندنا هنا التفاح على كم؟ التفاح هذا 15 إيراني. هذا 15؟ أيوه 15. وهذا؟ هذا 7. 7 هذا 6. 6 دراهم عندنا هني ما شاء الله. والتين شوكي كم هناك فوق؟ 10. 10 دراهم؟ 10 دراهم عندنا التين شوكي ما شاء الله. وهذا الشمام؟ 5 كيلو. أردني؟ كيلو أيوه. على 5 دراهم. عندنا الأردني وعندنا الأسترالي ما شاء الله اليوم متوفر في سوق الجبيل. وهذه فاكهة اللي هي الكاكا هذا على كم؟ 10. 10 دراهم. هذا الصحن الصغير على 10 دراهم. والكيوي عندنا فوق؟ كيوي هذا 12. 12 درهم عندنا الكيوي ما شاء الله. وبنشوف وياكم بعد اليح عندنا هني. هذا شمام الوين ما شاء الله؟ هذا استراليا. استرالي بعد. أيوة. عندنا نوعين، عندنا الاخضر شوي وعندنا هذا اللون ما شاء الله داخل فاتح. هذا كم؟ داخل اخضر. هذا داخل أخضر. من داخل اخضر داخل. انزين كم سعر هذه؟ 6. 6 دراهم. 6 دراهم عندنا هني ما شاء الله. واليح ما شاء الله شوفوا الحبه هذه، شوفوا الحبه هذه ما شاء الله، شوفوا ايش كبرها، شوفوا الحجم. هاي بعد ما تكفي اليد ما شاء الله عليه. هاي حق الاخوان عندنا في الاستديو طبعا حقهم كلهم. كم السعر؟ درهمين ونص. درهمين ونص عندنا كيلو الشمام. يعطيك العافيه ناصر ما قصرت. اخوي اسماعيل اختي عليا مثل ما شفتوا الاسعار عندنا في قسم الخضار الفواكه ما شاء الله تقريبا ما في اختلاف كثير. عندنا الطماط طبعا الهندي كان على 20 وصل على 18 حاليا اللي هي السحاره. الاردني ثابت بين 20 و 25 ما تغير سعر الحمد لله انه ما ارتفع وصل لل 30 درهم. عندنا الخس نزل سعره مثل ما شفتوا على ال 5 درهم الفتره اللي طافت الاسبوع اللي طاف.
كان سعره واصل ل 8 او 7 درهم، حاليا نزلت الاسعار والفواكه ما شاء الله موجوده والاسعار طيبه شرا ما سمعتوا بين 20 وال10 وشيء عندنا على 5 درهم، يعني اشياء كلها متوفره واشياء رخيصه. حياكم الله وزورونا في سوق الجبيل مشاهدينا متابعينا الكرام، خذوا لفه تعلموا وشوفوا شو اللي موجود عندنا من الاسماك واللحوم والخضار والفواكه المعروضه عندنا، ونحن ان شاء الله باستمرار بنجيب لكم اسعار طيبه وشو مستجدات سوق دائما وباستمرار ان شاء الله. شكرا يا سلطان، يعطيك العافيه وما قصرت.